قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأحد 14 فلسطينيا في الضفة، مما يرفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 6000 منذ بداية الحرب على قطاع غزة. وأضاف النادي في بيان له أن حملات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين والقتل العمد ومصادرة المركبات والأموال. لم يتوقف اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل غلاة المستوطنين. أكثر من 3400 مستوطن نفذوا اقتحامات لا زالت متواصلة منذ بداية العام الحالي. مدينة القدس أضحت مسرحا للانتهاكات اليومية التي تمارسها شرطة الاحتلال من إغلاقات ومضايقات وهدم منازل بحجة عدم الترخيص. هم يرون هذا فرصة يعني تهويد القدس كمقدمة للسيطرة على المسجد الأقصى. يعني ليست الموضوع موضوع تهويد المدينة، بل أنهم يريدون، يعني عنوان تهويد المدينة هو السيطرة على الأقصى أوليا بتقسيمه زمنيا ومكانيا، ويعني في الهدف الاستراتيجي والسيطرة التامة عليه وإقامة الهيكل الثالث المزعوم. ولم تقتصر اعتداءات المستوطنين في القدس وحدها، بل بات المستوطنون في الضفة الغربية ينفذون اعتداءات جسيمة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف السيطرة على الأرض والتهجير. كل هذه الاعتداءات مورست بحماية جيش الاحتلال. منذ 7 أكتوبر عندما أعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، ازدادت وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية لاعتداءات المستوطنين، وكانت هي خطة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين تحديدا والمضي قدما بتطبيق خطة ضم الضفة الغربية. واليوم عندما يأتي سموتريتش ليعلن عن 7000 وحدة استيطانية، هي ضمن هذه المخطط من ناحية وعلى الصفقة التي يتم الحديث عنها. وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين، اقتحم جيش الاحتلال مخيمي بلاطة وعين السلطان ومناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، ونفذوا حملة اعتقالات طالت قرابة 15 فلسطيني. الاقتحامات التي يشنها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي أسفرت عن اعتقال قرابة 6500 أسير فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة ومعقدة للغاية داخل معتقلات الاحتلال. من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محمد رجوب، للتلفزيون دولة الكويت.